قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. هند رضا. هند رضا الفنانة اللي قدمت عدد قليل من الأعمال الفنية، ومن قبلها قدمت عدد كبير من البرامج الإذاعية. هي فنانة متعددة المواهب، وهنعرف بالتفصيل كل الأعمال اللي قدمت وكمان باقي مواهبها الفنية. برغم ان مي عز الدين كانت سبب في دخولها التمثيل، الا ان في موقف حصل بينهم ما كانش لطيف وقت تصوير مسلسل وعي. اخبار كتيرة هنعرفها عن الاعلامية هند رضا، فتابعونا. اذا كانت هذه المرات الاولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وايضا لا تنسوا عمل اعجاب للفيديو. هند رضا اتولدت في ألمانيا سنة 1990، وأسرتها كانت حابة إن ولادهم يتربوا على الفن المصري، فكانت بتتفرج على أفلام زمان وتسمع دايماً الأغاني التراثية. ولما بقى عندها 7 سنين رجعت على مصر هي وأسرتها، ودخلت المدرسة الألمانية للراهبات، وفضلت فيها لحد ما حصلت على الثانوية العامة. ولأنها كانت بتحب مجال الإعلام، دخلت كلية الإعلام في الجامعة الأمريكية. بجانب حبها للإعلام كانت بتحب كمان المزيكا، ولأنها تربت على أغاني التراث فحبت جدا الموسيقى، وده اللي شجعها انها تعزف البيانو وبدأت تحترف في العزف، لحد ما قدمت حفلات في المدرسة وعلى مسرح الجامعة. دخولها مجال الاعلام كان بعد ما دخلت مسابقة اجرتها اذاعة نجوم اف ام سنة 2009. كانت لسه طالبة في الكلية ونجحت في اختبارات الاذاعة، وبعد فترة تدريب صغيرة قدمت البرنامج الاذاعي عيشها بشكل تاني. قدمت هند رضا مجموعة من البرامج الإذاعية زي مواطن مصري، الوش التاني، لسه فاكر، محطة النجوم، وقدمت كمان برنامج تلفزيوني ازاي الصحة. الفنانة والإعلامية هند رضا دخلت مجال التمثيل من خلال الفنانة مي عز الدين، بعد ما نشأت بينهم صداقة كبيرة، ولقت مي في هند موهبة تمثيلية مستخبية كده، فحبت انها تقدم ليها الفرصة وتشوف. دينا صاحبة هايدي اللي بتتعرض للنصب من جوزها وبتهرب علشان تثبت براءتها، ده ملخص دورها في أول مسلسل أو عمل فني تظهر فيه، مسلسل دلع البنات اللي كان من بطولة سمير غانم وكندا علوش ومي عز الدين ومحمد إمام ومجموعة كبيرة من الفنانين. بعدها بسنة ظهرت في مسلسل مريم مع الفنانة هيفاء وهبي ومجموعة من الفنانين، وكان ظهور لطيف قدرت انها تبين بيه موهبتها التمثيلية. وفي نفس السنة كمان ظهرت في مسلسلات حالة عشق وحارة اليهود، وبعدها قدمت مسلسلات وعد والأسطورة. وبمسلسل الأسطورة بعده بعدت شوية عن التمثيل لأسباب صحية. الوسط الفني كله عارف علاقة الصداقة القوية بين الفنانات هند رضا ومي عز الدين، ودايما كانوا يظهروا مع بعض في أي مناسبة، بس ده ما منعش إن يحصل خلاف بسيط بينهم، لكنه الحمد لله انتهى بسلام. في وقت تصوير مسلسل وعد كانت مي بتحضر المشهد اللي هتمثله، حبت هند تتصور سيلفي مع مي، جابت التليفون وكانت هتتصور معاها، بس مي زعقت لهند واتعصبت عليها. هند زعلت من مي، برغم ان مي صالحت هند على طول، الا انها ما قدرتش تعدي الموقف ده وفضلت زعلانة منها فترة طويلة، بس في الاخر صداقتهم كانت اقوى ورجعوا اتصالحوا تاني مع بعض. اما عن حياتها الشخصية فهي اتخطبت لشخص من خارج الوسط الفني، لكنهم انفصلوا بعد ايام من الخطوب، ومؤخرا اعلنت جوازها من شخص خارج الوسط الفني.